قد تتوالى مؤتمرات دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيرها تتوالى في الشارع المصري. في ميدان المنيب بالجيزة الاثنين الماضي شارك رئيس مجلس إدارة صدى البلد رجل الأعمال معروف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي السيد محمد أبو العنين، وأيضا الحاجة سامي أبو العنين نائب رئيس مجلس مجموعة سيراميكا كليوباترا ومؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة ونواب البرلمان شاركوا في فعاليات المؤتمر الجماهيري الكبير الذي نظمته حملة كلنا معاك من أجل مصر لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقرير ثم نعود. الآلام العظيمة تبني الأمم العظيمة. إن الآلام العظيمة تبني الأمم العظيمة. وفي فواصل التاريخ تقف الشعوب لتختار، تختار بين البدائل، تختار من هو حريص على مصلحتها، تختار من هو أمين على المسؤولية، تختار من يستطيع أن يفجر الطاقات الكامنة للشعب، تختار من يعظم إرادات الشعب، تختار من يرعى الشعب ويعظم مصالحه. في الواقع احنا كنا من 4 سنين عشنا تجربة أليمة، عشنا تجربة أساءت لكل المصريين، عشنا تجربة مست بيوتنا وأهلنا وكرامتنا وحضارتنا، وكنا بنقول إلى متى؟ إلى متى أمننا يعود؟ ومتى تستنهض مصر قواها؟ ومتى يكون دور للشباب؟ ومتى يكون دور للمرأة؟ ومتى 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 ومتى؟ ده كان صيحات الشعب في 30/6 اللي قالت كلمتها وكانت مدوية في العالم كله. إرادة الشعب فوق الجميع. مش هنسمح لحد يستغلنا، مش هنسمح لحد يقتل كرامتنا ويهدد ثرواتنا ويطفش العالم كله من مصر ويخلي الناس تبص لنا نظرة عمرنا ما شفناها على وجه التاريخ. نحن شعب أصحاب حضارة، نحن شعب أصيل، نحن شعب عريق، نحن احنا أصحاب الشهامة المصرية. طلعت في 30/6 وقالت للعالم كله احنا خدنا القرار، وقام جيشنا الباسل، جيشنا الوطني، جيشنا المحترم يحمي إرادة الشعب ويقول للعالم هي دي الشرعية، هي دي الإرادة المصرية، هو ده مستقبل مصر. وتحمل المسؤولية رجل من عظماء مصر، من عظماء العصر الحديث، اللي وقف جسور وخد قراره انه يحمي الإرادة الحقيقية للشعب المصري. كانت الثورة وطلعت الثورة وحلقت في الآفاق، وبالتأكيد كل نجاح للثورة كان لازم يقابله على طول في الوجهة الثانية تحديات وعناد وحقد عشان يفشلوا الثورة. لكن أصالة الشعب المصري والقائد اللي وقف يقول انتوا ما تعرفوش المصريين، انتوا ما تعرفوش إمكانيات مصر، انتم ما تعرفوش مصر فيها ايه، كانت الكلمات مدوية عشان يرسم رؤى مستقبل مصر، عشان يرسم طموحات واحلام مصر اللي ما كانش حد، كانت في كتب وكانت في الدراسات لكن ما حدش فجرها لاسباب عديدة جدا. الراجل ده في اول يوم لما جينا قعدنا معاه قلنا له ايه البرنامج؟ قال انا ما عنديش برنامج، انا برامجي رؤى سقفها عنان السماء،
انا دي طموحاتي، انا ده هدفي، انا ده اسلوبي. احنا هنبني مصر وهنبني الحضارة وهيكون لنا تاريخ ممتد وسط قائدنا وزعيمنا ورئيسنا عبد الفتاح السيسي. والسلام عليكم ورحمة الله. كلمات من القلب أطلقها السيد محمد أبو العينين، ورسائل ذات دلائل واضحة كمان في الساحة الرضا.